نحب أكل لحم الإبل صح وعافية، ولكن عليكم الوضوء. يعني لازم هذا السؤال. أنا حقيقة كنت يعني أسمع الأقوال بعض الفقهاء والأحاديث، حديث كامل مثل ما يقولون، أو حديث عبد الله بن عباس، أنه آخر الأمرين ترك الوضوء من ممارسة النار. ولذلك أنا أحب لحم الإبل، ودي لو أنه صحيح أنه ما يلزم الوضوء، الإبل طاهر ولا أمر طاهر. لازم تتوضأ، وإذا كانت لحم الجزور فصح وعافية، ولكن لابد من الوضوء، لأن الرسول عليه السلام جابر حينما روى كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. هذا كلام عام، يعني من كل اللحوم وطبيخ وأي شيء ولو ما فيه لحم مما مست النار، لكن الرسول عليه السلام فرق بين لحوم الإبل وبين لحوم الغنم. وفي ذلك حديثان اثنان، حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم، وحديث البراء بن عازب في مسند الإمام أحمد وغيره. كلاهما يقول أن رجلا جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: صلوا. قال: أنصلي في معاطن الإبل؟ قال: لا تصلوا. قال: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئتم. قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: توضأوا. فإذا هو فرق بين لحم الإبل وبين لحم الغنم، وكلاهما مما مستهما النار. فحديث جابر ابن عبد الله الأنصاري الذي ذكرته قبله، وهو كان آخر الأمرين، يفسر بحديث جابر ابن سمرة وحديث البراء بن عازب، حيث الرسول عليه السلام فرق بين الغنم والإبل من حيث الصلاة في مرابضهما، فأباح الصلاة في مرابض الغنم ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل. كذلك فرق بين لحم الغنم فلم يوجبه، قال: إن شئت. ولحم الإبل فقال: توضأوا. ولذلك فمن محاسن البلاد العربية الآن محافظتهم على الوضوء من لحم الجزور، فاثبت على ما وجدت عليه أهل العلم في بلدك في هذه القضية، فإن السنة معهم.